جيب يا صحابي فيديو جديد من قناتنا ألعاب الأطفال. هنشوف النهاردة مع بعض اللعبة ديت. أنا كنت ركبتها معاكم قبل كده في فيديو، بس النهاردة هوريكم بقى هنلعب بيها ازاي، وكل القطع اللي كنت فرجتكم عليها قبل كده هنلعب بيها النهاردة مع بعض، ونشوف فعلا تأثير الأدوات ديت على الوحش ده، ونشوف هنقدر ان احنا نغير في الألوان بتاعة الميك اب وألوان شعرها ولا مش هنقدر. يلا بينا نبدأ. دوت قلم النار، انا كنت وريته لكم في الفيديو اللي فات بس ما كانش فيه حجاره، انا حطيت فيه حجاره واوريدي هو شغال. المفروض ان اللمبه دي تفضل كده تنور وتطفي لحد ما السن يسخن بتبدا اللي هي تثبت، ودلوقتي فعلا القلم جاهز للاستخدام. شايفين ازاي؟ وتبداوا ترسموا بيه كده على هدوم العروسه. دلوقتي هوريكم قلم التلج، وقلم التلج دوت بيتحط فيه مية متلجة، انا حطيت فيه مية ساقعة جدا، والمفروض برضو ان السن بتاعه دوت يبقى ساقع قوي علشان تقدروا تلونوا بيه على رجلين العروسة. وهنا القارورة ديت انا حطيت فيها مية برضو ساقعة قوي علشان هستخدمها في مالي المدرج التاني بتاع السبراي دوت، علشان استخدمه كسبراي لشعر العروسة، علشان المفروض ان لون الشعر هيتغير ويبقى لونه بنفسجي. شايفين ازاي المية موجودة جوه؟ وعندي هنا كمان مدرج تاني استخدمه مع الفرشة بتاعة الميك اب علشان اعمل الميك اب بتاع العروسة. دلوقتي هنبدأ مع بعض نشوف تأثير الحاجات ديت عليها. هشيل اول حاجة الاكسسوارات ديت، وبعدين هبدأ ان انا اجيب قلم التلج واشوف تأثيره ايه. المفروض ان انا همشي بيه كده وهعمل رسومات، وبالتالي هيبان الوان على رجل العروسة، بس للأسف مفيش أي حاجة راضية تبان، مش عارفة ليه. يا ترى ليه مفيش حاجة راضية تبان مع إن المية اللي جوه القلم ساقعة؟ شايفين يا صحابي مفيش أي حاجة راضية تبان خالص. هجرب كده القلم التاني وهستنى شوية لحد ما يدفى، وبعدين هبدأ أرسم بيه على الهدوم بتاعة العروسة. هو كده جاهز، المفروض أبدأ دلوقتي ألون بيه. مفيش برضو أي حاجة. هقول يا صحابي اني اتخدعت في اللعبة دي. مفيش اي حاجة راضية تبان، معقول؟ نشوف كده على الفوطة. برضو مفيش اي تأثير. للأسف مفيش أي حاجة راضية تظهر. هجرب دلوقتي بقية الحاجات واشوف كده لحد الآخر اللعبة ديت نظامها ايه. هجرب كده الإسبرية على شعرها واشوف فعلا شعرها لونه هيتغير ولا لأ. أنا مليت القارورة الصغيرة ديت بالمية، ودلوقتي المفروض ان لون شعرها يبقى موف، يتحول للون البنفسجي، بس برضو مفيش اي حاجة. يا
الخصلات البيضة ديت المفروض ان لونها يتغير للون البنفسجي ويبقى لون كده الهدوم بتاعتها. مع اني مشيت على التعليمات وحطيت مية باردة جدا، بس مش عارفة ليه مفيش حاجة راضية تحصل. بصي يا صحابي، هنشف شعرها واحط مية دافية واشوف تأثير المية الدافية هيبقى عامل ازاي. ممكن مثلا المية الدافية هي اللي تغير اللون. انا دلوقتي حطيت مية دافية زي ما قلتلكو وهجرب واشوف ايه اللي هيحصل. برضو ولا اي حاجة، معقول؟ بجد انا متضايقة جدا. هجرب كده تاني. مفيش اي لون ظهر على الخصلات، لون الخصل زي ما هي، ولا حتى هنا. طيب دلوقتي يا صحابي انا هجرب الميك اب واشوف فعلا الميك اب لونه هيظهر ولا لا. انا حاطه هنا ميه ساقعه زي ما مكتوب في التعليمات، ودلوقتي هبدا امشي على عينيها بالفرشه دي اللي فيها ميه ساقعه واشوف الميك اب هيظهر ولا لا. المفروض في الوان تظهر هنا حوالين عينيها وعلى خدها. بس برضو مفيش اي حاجة راضية تظهر. انا هجرب كده يا صحابي السبراي، هحطه كده على وشها. ممكن تكون محتاجة مية اكتر مثلا، وكمان السبراي دوت فيه مية دافية، ممكن تكون محتاجة مية دافية مش مية باردة. بس برضو للأسف مفيش اي حاجة ظهرت. مش عارفة يا صحابي، معقول مثلا انا كنت بعمل حاجة غلط؟ بس انا ماشية زي التعليمات بالظبط، مش عارفة ايه اللي حصل غلط. هجرب كده القلم دوت. هستنى لحد ما يدفى. برضو مفيش اي حاجة. مفيش يا صحابي غير اني اجرب التلج. بفكر ان انا اجرب التلج لان مفيش حاجة نفعت. اوه فعلا، شايفين ازاي يا صحابي اللون باين حوالين عينيها؟ واو، وكمان فوق. معقول؟ يا ريتني بجد كنت عملت كده من الاول. واو شكلها تحفه. هجرب كمان على شعرها. شكل الميه اللي انا كنت حطاها يا صحابي ما كانتش بارده كفايه. هجرب واشوف لون شعرها هيتغير للون البنفسجي ولا لا. برضو بالتلج. واو، شايفين ازاي لونه بيتغير فعلا؟ معقول لونه بقى موف فاتح؟ واو، وكمان لون رجليها اتغير فعلا. ياه بجد، معقول انا كنت حاطه الميه مش ساقعه جدا؟ انا كنت فعلا حاطه ميه من التلاجه، لكن المفروض يا صحابي تحطوا مية متلجة جدا. شايفين ازاي اول ما جسمها بيرجع يدفى تاني اللون بيروح؟ شايفين ازاي يا صحابي؟ وشعرها كمان والميك اب شايفين باين ازاي؟ بجد تحفة، عجبني قوي. وكمان ممكن تعملوا اشكال كتيرة قوي على رجليها
بس لازم تملوا القلم اللي هو قلم التلج دوت، تحطوا فيه قطع تلج صغيرة علشان يبقى بارد جدا. انا بجد كنت زعلانة قوي في الاول، وكنت مفكرة انها لعبة مش اصلية، بس بجد طلع العيب من عندي وانا ما كنتش فاهمة، بس بجد استمتعت باللعب بيها. وممكن اللي انتوا زي ما قلتلكوا تحطوا مية ساقعة جدا، ما تستخدموش بس مجرد مية باردة. اتمنى بجد اللعبة تكون عجبتكم وما كنتوش زعلتوا زي كده في الاول. انا عن نفسي زي ما قلتلكوا استمتعت قوي بيها. ممكن كمان تستخدموا الفرشة ديت في الرسم على الرجلين زي الميك اب بالظبط، علشان تعملوا الرسومات اللي انتوا عاوزينها. اتمنى بجد ان الفيديو يكون عجبكم. ياريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، دي حاجة بتفرحني جدا. ما تنسوش كمان تقوليلي رأيكم في الكومنتات، ايه اكتر حاجة عجبتكم في اللعبة، ايه اللي عجبكم ايه اللي ما عجبكوش. ولو اللعبة ما عجبتكوش ياريت تقولولي برضو، مش هزعل. وما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد مننا. شكرا ليكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.